الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، بقيت ليال هذه الليله المقبله باذن الله جل وعلا هي الليله 15، وأربع ليالي أو خمس ليالي، وندخل بإذن الله جل وعلا في العشر الأخير من رمضان. والعشر الأخير من رمضان فيها خصوصية، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يتحرى فيها ليلة القدر في الليالي الوترية. وليلة القدر قال الله جل وعلا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تحرى هذه الليلة، فأمر بتحريها في الوتر من الليالي، يعني ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، أرجاها ليلة 27 إن شاء الله، أرجاها، وليلة 29. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في العشر أيام كلها، وكان يجتهد في الوتر أكثر من غيره، يعني هو كان يجتهد في العشر أيام عليه الصلاة والسلام، لكن في الليالي الوترية يجتهد أكثر من غيره. صلى الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم النعم، وأن يجعلنا وإياكم من عباد المقبولين في هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل ليلة القدر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لقيام ليلة القدر، ومن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما ثبت عن ذلك في الصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كلها بركات رمضان وكلها خيرات رمضان، موسم عظيم من أجمل مواسم العمر. لو أدام الناس فيه الفكرة لكان والله هو من أجمل أيام العمر، لأن في الحقيقة أجمل أيام عمرك هي أيام الطاعة وأيام توبتك لله سبحانه وتعالى. رمضان نقطة فاصلة بين ما قبله وبين ما بعده، وهذا هو شأن الموفقين، شأن أهل التوفيق. إن عندما يأتي رمضان يكون مرحلة فاصلة في حياتك يغير مجرى الحياة. كثير الحمد لله من إخواننا رمضان غير مجرى الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى، من توفيق الله عز وجل. وعلى ذلك رمضان يجعلك أنك نقطة فاصلة بين العمر السابق. قد يكون العمر السابق في غفلة، في تضييع للفرائض، تضييع لأوامر الله سبحانه وتعالى، تضييع لحرمات الله سبحانه وتعالى، فيأتي رمضان يحدث اعتدال فضل الله جل وعلا. أيضا رمضان نقطة ومن أول السطر. ما معنى نقطة ومن أول السطر؟ نقطة ومن أول السطر يعني أنت ندمت على الحياة السابقة، أغلقت عليها، حياة الغفلة، حياة الضياع، حياة اللي انت بتنام وتقوم وتنام وتضيع أوقاتك، وفي الحقيقة تضيع الأوقات هو تضيع للعمر. وقتك هو أنفس ما لديك، لأن على قدر العمر الصغير في الدنيا سيكون مكانك إما في الجنة وإما في النار، على قدر الساعات التي قال الله جل وعلا، على قدر الساعة التي سماها الله، سمى الله جل وعلا الدنيا ساعة، سبحان الله. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. لم تبدو الدنيا مع الآخرة إلا أنها ساعة، ساعة مقدار من الزمن يسير جدا. إذن رمضان نقطة ومن أول السطر، وأهم شيء في نقطة ومن أول السطر دي نهيك عن الغفلة والمعاصي والكلام ده، لا، أنا رمضان نقطة من أول السطر في إيه؟ في تغيير الميزان عندك، ميزان الفهم، ميزان القدوة.
ما هي الموازين؟ انا اسال نفسي وانت تسال نفسك، ما هي الموازين عندك في اختيار قدوتك؟ هل مثلا لعيب الكره، لاعب الكره مثلا هو قد يكون قدوه بعض الناس؟ لعيبه الكره هم عندهم النجوم، بعض الناس قدوات عندهم الفنانين والفنانات، اسال الله السلامه والعافيه، وهؤلاء يعني يعني اسال الله جل وعلا ان يردهم الى جاده الطريق ردا جميلا. لانه لما يتخذ قدوه مثل هذا يعني يبقى هو حيسير على نفس النمط، الطيور على اشكالها تقع. صحيح، كانت في امراه كانت في مكه تضحك الناس، هي كانت تجلس مع النساء، هي يعني فكاهيا يعني هي تستطيع انها تحول المجلس الى فكاهة. لما هاجرت هذه المرأة من مكة وكانت امرأة مسلمة، بس عندها كانت طبعا فكاهة، وبالمناسبة الفكاهة مش حرام يعني، فكرش الناس الالتزام ده كلهم كده يعني، لا ده فيهم فكاهات كثيرة يعني. المهم المرأة دي لما هاجرت نزلت في المدينة عند من؟ نزلت عند على امرأة من شاكلتها بالضبط. واحد تزلت المدينة، وأعجب لأمر الله سبحانه وتعالى، لما هاجرت من مكة إلى المدينة نزلت عند إيه؟ عند امرأة على نفس طبيعتها مباشرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف، وما تنكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة يعني خلق الله جل وعلا الأرواح، كل روح فيها صفات، لما تكون عندما تكون صفات روح قريبه من صفات روح ثانيه يحدث بينهم ايه؟ الفه. هذا معنى الارواح جنود مجنده، لما تجد الروح روحا اخرى تساميها في نفس الصفات، زي مثل هذه المراه كده، فعملت ايه؟ نزلت عند امراه على نفس طبيعتها. وهنا يقول العرب الطيور على اشكالها تقع. فلما تكون قدوه يبقى خلي بالك، انتبه. انا رمضان هيعدل لك الميزان، بدلا من ان تاخذ القدوه فنانين او لعيبه كره او اناس يعني يطلق عليهم في ميزان الشريعه الرويبضه. تعرفين مين الرويبضه ده؟ الرويبضه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يقول ياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، رجل ممثل يشرح للناس الدين، امرأة مجرمة تشرح للناس الدين والفضيلة. كل هؤلاء ده زمن يعني الرويبضات. لا، رمضان هيعدل لك الكفة. سمعت الآن صورة عظيمة جدا وهي صورة يوسف. أهو يوسف نبي الله الكريم، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف فقال الكريم لما سألوه من أكرم الناس، من أكرم الناس؟ قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. هنا تنضبط لك الميزان. القدوة في الرسل، الرسل هم أجمل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وهم أعلى الخلق هديا وخلقا وعلما وعملا. فعندما يحكي الله سبحانه وتعالى لنا قصص الرسل يبقى هذا القصص ليس لمجرد التسلية أو لمجرد السماع، لا، حتى يرسم القرآن لك القدوات التي تحتاجها في حياتك. فهنا يأتي يوسف عليه الصلاة والسلام مثال يحتذى به عند جميع الشباب. يوسف حتى تعلم يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماء حين أسر بالنبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة، فإذا هو قد أوتي شطر الحسن، يعني الجمال
في الدنيا نصف ليوسف ونصف لكل الناس، نصف موزع على سائل الناس خلاف يوسف، لكن يوسف عليه السلام وحده كان ايه؟ اوتي شطر الحسن، نبي شاب، فاذا هو اوتي شطر الحسن، وده اللي خلى امرأة العزيز تخرج عن صبرها ولم يكن لها صبر على يوسف، وتحدث وهي والناس تحدثوا وقال نسوة في المدينة امرأة عزيزة تراود فتاها عن نفسه أمر انتشر قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين، هي أرادت فلما سمعت بمكرهن حملت حاجة هي تعلم بأن النسوة قلنا ذلك حتى يتوصلنا إلى رؤية يوسف، وحيفتنهم يوسف لما عندما يرونه سيفتن به. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا مجلس وآتت كل واحدة منهن سكينا طعام وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه يعني دهشنا وقلنا الله أكبر، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. شوف فقالت اخرج عليهن نعم واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن وقالت اخرج عليهن، يعني فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا من شدة الاندهاش فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن، إيه اللي حصل؟ السكينة هي متحسبة لهذا الموقف، فلما أعطت كل واحدة منهن سكينا فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن، بدل ما بيقطعنا في الطعام بيقطعنا في الأيدي وهن لا يشعرن بهذا التقطيع، وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هو هذا اللي انت لمتنني فيه، ومع الجمال الظاهر ده سوف تبدي لهم عفته وجماله الباطن. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، استعصم يعني امتنع مني غاية الامتناع، فاستعصم إذن هي أرادت أن هي هذا الجمال الظاهر مش فقط مظهر بلا مخبر، لا ده الجمال الظاهر ده وافقه جمال على نفس الدرجة جمال الباطن عفة. ولقد راودته بتقسم ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، استعصم امتنع مني غاية الامتناع، وهتهدده ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. شوف المسألة، هو راجل غريب وهو يعني بيخدم في بيتها وشاب فيه يعني قوة الشباب، قال رب السجن وحب إلي مما يدعونني إليه، قال رب السجن وحب إلي مما يدعونني إليه. سبحان الله، السجن اللي الناس كلها بتخاف من السجن وفي ما فيه من التضييق ومن الألم، عند يوسف عليه الصلاة والسلام السجن أحب إليه من المعصية من ارتكاب الفاحشة، وهذا هو النموذج الذي يحكى، قال رب السجن وحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن، واستغاث بالله منهن، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع العليم. عندما تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت مضطر في الدعاء فاعلم بأن الله يسمعك وسيغيثك بإذن الله سبحانه وتعالى، إنه هو السميع العليم. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنن وحتى حين، ودخول السجن ده ما كانش فيه سبيل ليوسف إن ربنا يحميه من هذه المرأة إلا السجن، فكان السجن في حق يوسف اختيار يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو هذه القدوة التي أنت تحتاجها كشاب في حياتك. ما هو القدوة التي تريد أن ترسمها؟ ملامح القدوة دي، ملامح القدوة لابد أن يكون إنسانا مطيعا لله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون إنسان دينا، لابد أن يكون إنسانا لابد أن يكون عفيفا، لابد أن يكون ذا خلق، لأن الأخلاق بتعدي، فمجالسة الحكيم تعديك بالحكمة ومجالسة السقيم تعديك بالسقم، لذلك في كثير من الناس عندهم من الحمق بسبب أنه صاحب واحد أحمق فصار عنده من الحمق من صاحبه، تجد رجلا سفيها ولم يكن سفيها قبله
لكن أصابته سفاهة لأنه صاحب واحد لأنه صاحب رجلا سفيا، واحد ظهر عليه الحكمة فتبحث تجد أنه بدأ يصاحب رجلا حكيما فيأخذ من حكمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي. إذن القرآن هنا بيعيد لك مرة ثانية رسم القدوات لك. ولذلك السلف رحمهم الله تعالى كانوا يحفظون أبنائهم سورة يوسف، والبنات يحفظونهن سورة النور. فسورة يوسف لأنها مثال للشاب المسلم العفيف الذي اختار السجن على المعصية وأجابه الله سبحانه وتعالى ورفع درجاته، دخل السجن بضع سنين، والبضع ده من 3 إلى 10 يعني ليس أقل من 3 وإلى 10 يعني ممكن يكون 9 8 7 سنين في لأنه عفيف فقط. إذن هذا هنا ترسم لك القدوات من خلال القرآن. هنا رمضان نقطة من أول السطر تعيد مرة ثانية ملامح القدوة التي تريدها عندك. يوسف عندك النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحرون موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعرهم من المنتصف، الصحابة يفرقون أشعرهم من المنتصف. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسير في طريق، ابن عمر يسير في نفس الطريق الذي كان يسير فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لعل قدما تقع على قدم، أي لعل قدمي تلامس المكان الذي يعني يلمس النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقبل حجر الأسود فكان يجتهد عند الحجر الأسود حتى ينزل منه الدماء حتى يقبل حجر الأسود. واحد يقول له أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت، يقول اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للحجر الأسود إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذا نحن نحتاج في رمضان إعادة القدوة مرة ثانية. إن رمت مثالا للعفة فعندك يوسف صلى الله عليه وسلم الذي اختار السجن على الزنا وعلى الفاحشة. إن رمت مثالا للخلق القويم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل، فهنا يعتدل الميزان عندك. إذن رمضان مش فقط يعدل للعبادة، لا، رمضان يعدل لك الموازين والقيم فتضع أسسا لمن يكون من يكون صاحبك، من يكون صاحبك، من يكون قدوتك، هكذا رمضان. فهذه دعوة مني لجميع إخواني لإعادة الموازين مرة ثانية وإعادة التفكير في الأصحاب والقدوات. وعندك القدوات العظيمة التي لا اختلاف عليها، لا لعيب كرة لا لاعب كرة، ولا فاجر من الفاجرة من الفجرة ولا فاجرة من الفاجرات، لا، الرسل صلوات الله وسلامه عليه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.